معظمية الشام، مداهمة أحد المنازل وسرقة محتويات المنزل من قبل شبيحة الأمن وكتائب الأسدية المجرمة. الله يذلك يا بشار، الله ينتقم منك يا جمال. لك عم يحاربونا برفقنا، لك عم يسرقونا، لك تراوني تراوني داسي. الله ينتقم منك يا بشار، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك، الله يذلك يا بشار. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا التخريب، تعالوا شوفوا التخريب يا جماعة بشار، تعالوا شوفوا التخريب. الله ينتقم منكم، الله يذلكم ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. عم يسرقوك لولادي، ابوهم معتقل يا بشار، لازم معتقل عندك بتزودك يا بشار، وعم تسرقك لولادي يا مجرم، عم تسرقك لولادي يا مجرم، عم تسرقك لولادي الاطفال الثلاثة يا مجرم. شوفوا يا عالم اصلاحات بشار، هاي اصلاحات بشار الاسد، كل يوم عنده اصلاح بالبيوت.